مقبل. وأخبار الاقتصاد مع كارولا نقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع الموضوع الأساسي والأبرز يلي عم بتتابعه الأوساط الاقتصادية العالمية. عم نحكي طبعا عن اجتماع أوبك، حيث توصل أعضاء المنظمة بحسب مصادر صحفية لاتفاق خفض إنتاج النفط بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ليوصل ل 32.5 مليون برميل. هذا يعد أول خفض لإنتاج النفط من العام 2008، وكان خلال النهار ارتفع النفط بنسبة 7.6% ليوصل ل 49.90 دولار للبرميل الساعة 1:23 دقيقة بتوقيت لندن. وننتقل للمملكة العربية السعودية، حيث تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 27 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة بهدف تنويع الاستثمارات وتعزيزها. وفقا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، رح يتم هالتخصيص من خلال احتياطات المملكة، وبدور صندوق الاستثمارات العامة رح يركز على الصفقات الدولية والمحلية ذات عائد عالي على السوق المحلية من أجل دعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي. بعد فشله باجتياز اختبار التحمل السنوي، RBS عم بيقوم بالاتفاق على خطة عمل لتحسين مستوى رأس المال. قال المصرف ببيان أنه هالخطة بتتضمن قطع المزيد من التكاليف والحد من الأصول المرجحة بالمخاطر. أضاف المدير المالي أنه المصرف ملتزم بتحسين أدائه، وأنه سبق وبدأ هالعام باتخاذ الخطوات الهامة لتعزيز قوة رأس المال. عموما البنك انجلترا انه هالاختبار اظهر قوه النظام المصرفي بالمملكه المتحده بدعم الاقتصاد الحقيقي. هيدا كان كل شيء لليوم، انا بشوفكم بكره.